نبقى في شأن الفلسطيني، إذ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة منتصف الشهر الجاري. وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد سامي الدحدوح يبلغ من العمر 19 عاما وفارق الحياة صباح اليوم، وشهد يوم الجمعة الماضي استشهاد فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وبذلك يرتفع إلى 12 عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل السفارة الأمريكية إليها.